للاستماع إلى آرائهم وانتقاداتهم من وجدت. البداية مع شاعرنا وعضو لجنة التحكيم محمود السمي. العافية ناصر بدأ بداية طيبة، يقول أنا لما لبست البشت شيخ من مشايخ يام، حرام من حزامي ما تشوفه ثومي أكمامه، توكل يا المطيري والسعد عن السعد قدام، سلام الله على اللي في الطليعة رفت أعلامه. نقول نعم يا ناصر وانت كفو وعلي كفو كذلك. رد عليه علي يقول تقوله وانت كل اللي تقوله هلوسة وأحلام، ترى من بيننا دوبك، ترى من بيننا يدوبك لبست عقال وعمامه. الشطر الاخير عند علي طيب ويعتبر رد، بس ودي ان علي ما لفظ هلوسه هذا، يعني هو بس قصده الاحلام وكذا. اليوم اني ولا اللي في الطليعه واقفه ما تبرد عظامه نعم. ويقول ناصر اليوم اني ضمنت المرجل لبستك البسام، ترى بعض الرجال افعال لا رزه ولا قامه. بيت ناصر هنا فيه يعني يمكن استعجل في التركيبه، انا لما ضمنت المرجله كان يعني ما هو ضامن المرجله، هو ان شاء الله ضامنها، لكن فيه دخله شوي. لا بد اعلقك في عام دام ما حصل لك عام، يقولون العرب درب الفتى مرسوم قدامه، الخير كله قدامه. بيت علي الاخير طيب يقول انا فعلي يمشيني من الحره الى الدمام، يا راسي المري الظهر يبيلك موس وحجامه وصحت لسنتهم، والطروق كان متكافي بيض الله وجيههم كلهم. شكرا ابو عايض، ننتقل وياكم الى عضو لجنه التحكيم شاعرنا وصل العطياني. بالنسبة لناصر أنا لما لبست البشت شيخ من مشايخ يام كفو ونعم، رغم أن حصل عندك تناقض في البيت اللي الثالث اللي تقول يوم أني ضمنت المرجلة لبستك البسام، ترى فرق رجال أفعال لا رزة ولا قامة. أنت في الأخير اعترفت أن الفرق بالفعل، تلبس بشت ولا ما تلبس بشت، صح ولا لا؟ فودي أن البيت الأول كان المعنى والرمزية اللي استخدمتها كانت متناسقة مع الأبيات اللي بعده كلها. علي الشطر اللي قاله حمود، الشطر الأول طبعا هلوسة، هذا على اعتراض تام، وجنبها قريب منها وسوسة، لا تروح على هلوسة، عرفت؟ لكن بيت العقال والعمامة كلنا متفقين اللجنة قبل تجيب البيت قلنا لازم يجيب عمامة، فلو الشطر الأول قلنا الهندام، في واحد قال بشتك ما هو بشت الحكام، عرفت؟ لكن متفقين على ان الموضوع ما هو موضوع لبس، لا بشت ولا عمام ولا غير، ان الرجال بافعاله، وزي ما قال ناصر في الاخير رجع لنفس الفكره ان فرق الرجل بافعاله. انا فعلي مشيني طبعا بيت علي اليمن ضمنت المرجع علق عليه حمود، وانا عندي عليه اعتراض طبعا لان البيت هذا فيه ثغره. بيت علي اللي يقول انا فعلي مشيني من الحره الى الدمام، انا بعد ودي ان فعلك يمشيك ابعد من المسافه دي. ها؟ ينشميني. يمشيني ما هو يمشيني. ابيض وجه ابيض وجه، على كل حال يمشيك وينشميك ما هو مغر من الحره الى الدمام، خلك دولي لا تقعد سمعت؟ لان حتى ان بغيتها حدود يطي عمر دوليه، وان بغيتها حدود قبلية مطير تعدى والدمام وصلوا الكويت، أكثر من الحرة عندنا ليه الكويت، سمعت؟ لكن الله يجمل حالكم ويبيض وجيهكم. أنا ودي بس أن الطروق طول أكثر من كذا، لأن ناصر وعلي في مرحلة من المراحل السابقة كل اثنين أخذوا الكرت الذهبي، صحيح، فودنا أن الطروق ذا جاء فيه طحن قوي. لكن أنا ما أدري الليلة بالنسبة ل المتسابقين اعتقد انهم شايلين هم الحلقه ذي بشكل كبير. لا والله ما هو عن كذا، الطريق هذه اكثر ما نلعب على الطريق هذه، واكثر شعر يصير واكثر طريق مخلده ترى على البحور ذي، الطرق القصيره هذه اكثر ما غير تمشي حال، حتى لو تلاحظ الشعار الكبار اللي قبلنا كانوا اذا بدا طرق قصير معناته انه على اخر الليل ويبقى المسره بس، يرمي لهم كم بيت ويركب موتر ويمشي. الشاهد الموضوع ان الطريق هذه ما حق حقيقي، لكن هو ما هو نقص شعريتكم، انا متاكد من الشيء ذا، لكن يمكن انتم حملتوا الموضوع اكثر مما يحتمل، شلتوا هم، وهو الموضوع بسيط. احنا زي ما ذكرت لكم انا في اول حلقه قابلتكم في المجلس قبل نطلع على الهواء، قلت اخذوا الموضوع بريحيه، والشاعر متى ما اخذ الموضوع بريحيه وان الموضوع شعر وان خاضع للتوفيق يبي يبدع، لكن اذا شال هم يتلخبط. ومرت علينا في المسابقه اكثر من حلقه بعض الشعار يصير بالتوتر او ما يجيب الا بيتين او حولها، لكن
ان شاء الله. انا باغي دائما اقول يا مني لا حتى لا حسيقة يعوضنا في الحلقة الجاية، لكن خلاص احنا خلصنا وشطبنا. ان شاء الله نشوفكم على ساحة المحاور وتلعبون مع اعضاء لجنة التحكيم وتعلمونهم الشعر على وصوله. وشكرا. الله يعطيك العافية بترف، شكرا لك. ننتقل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى عضو لجنة التحكيم وشاعرنا فواز العزيزي. بما أن آخر تعليق على آخر طاروق من طريق المسابقة عندي، أنا ما أقول غير ونعم يا ناصر بن دويحس المري وكفو، ونعم يا علي بن عطل همطيري وكفو، ونعم جميع المتسابقين اللي جونا وقبائلهم بالجميع وكفو، وحنا نتشرف وما قدمتمهم مستوى أنتم وزملائكم أسعدنا، ونتمنى لكم التوفيق وللجميع. ولا عندي تعليق على الطروق هذا، أكتفي بكلام الزملاء والله يبيض وجيهكم. شكرا أبو عماد، شكرا شعارنا، بالتوفيق في الحلقة الثانية. أعزائي المشاهدين، أعزائي الشعراء، أعزائي الحضور، ننتقل إلى فاصل نحن ختمنا الطوريق، وبعد ذلك نعود إلى اللجنة لنتعرف معكم على درجات الشعراء من 40، فخلوكم معنا ولا تروحون بعيد.